على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس العلم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونحن أول من نبدأ في هذه الدروس بعد عيد الأضحى إن شاء الله، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد. والدروس إن شاء الله في المساء ستكون دروس المساء السبت والثلاثاء والأربعاء، والاثنين ما في درس، ويكون إن شاء الله هذا درس اليوم السبت في صحيح البخاري تكملة كتاب الحج، تكملة كتاب الحج، والأربعاء كذلك تكملة، ثم نكمل كتاب الحج في صحيح مسلم أيضا. ودرس المساء في الاثنين سنن أبي داود مغرب والعشاء، نسأل الله الجميع التوفيق. اليوم إن شاء الله فيه المساء في كلمة أيضا تكون سلسلة كلمات عن العقيدة كذا بين الأذان والإقامة من عصر كل سبت إن شاء الله، تكون مقدار 10 دقائق. ممكن اليوم نسجلها بالكلمة الأولى فقط، فنسأل الله الجميع التوفيق والسلام. أحسن الله إليك. اليوم البخاري شيخ. نعم نعم اليوم إن شاء الله. نعم، مع الموقف اللي وقفنا عليه هنا في المساء بعد المغرب إن شاء الله، كتاب الحج في صحيح البخاري تدعو إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر تعالى قول الكافر المنكر للبعث والنشور، فقال تعالى ويقول الإنسان وهو المنكر للبعث المستبعد لوقوعه، يقول على وجه التكذيب والاستهزاء أإذا ما مت، أي فأصبحت ترابا ورفاتا ورميما، لسوف أخرج حيا، أي أخرج حيا مرة ثانية. والاستفهام للإنكار والاستبعاد، فهو ينكر إعادته بعد موته ويستبعد وقوعه، وأن ذلك لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسول الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهو استدلال بالبدء على الإعادة، وعلى كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم استدلال على البعث بالبدء. أفعلينا بالخلق الأول الذي خلق أولا، كيف يكون عاجزا عن البعث؟ نعم أحسن الله عليكم. فقال تعالى ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أنا خلقناه أول مرة من العدم، فيستدل بالبداءة على الإعادة، ويعلم أن الله الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده بعد الفناء وتشتت الأجزاء، إذ لا شك أن الإعادة ثانيا أهون من الإيجاد أولا. ثم أقسم تعالى والكل هين على الله، والكل هين على الله، ك
كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والكل هين على الله كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والكل هين على الله كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كما قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أشاء أول مرة. استدلال بالبدء على العادة. نعم بالبدء على العادة. نعم السلام عليكم. والكل هين على الله كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم. وكما ورد في سورة ياسين: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم أقسم تعالى على وقوع البعث فقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين. إحسان كما قال في سورة ياسين تكون قبل الإضافة اللي أضفنا. نعم تكون مكانها قبل، يعني والكل هين على الله وهو يسر آخر شيء ويسر بالآية، يكون قبل في سورة ياسين هذه تقدم. نعم والكل هين على الله كما قال تعالى في سورة ياسين. لا والقول كما قال في سورة ياسين تكون قبل والكل هين على الله، تكون قبلها ويكون آخر والكل هين على الله هذه آخر شيء، يعني تقدم قوله كما قال في سورة ياسين قبل الإضافة. إذ لا شك أن الإعادة ثانيا أهون من الإيجاد أولا. نعم كما قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين. ولا وكما قال تعالى في سورة ياسين أو كما قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين. نعم. وهو قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب والكل هين على الله. طيب بسم الله عليك. لا والكل هين قبل وكما قال تعالى والكل هين على الله كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق. يكون بين الآيتين. نعم بسم الله عليك. والكل هين على الله كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب. ثم أقسم تعالى على وقوع البعث فقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي فوربك يا محمد لنحشرن هؤلاء المكذبين بالبعث المنكرين له مع الشياطين الذين أغووهم وأضلوهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم أقسم تعالى على وقوع البعث. نعم. فقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي فوربك يا محمد لنحشرن هؤلاء المكذبين بالبعث المنكرين له مع الشياطين الذين أغووهم وأضلوهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي بروكا على ركبهم إذ لا يستطيعون القيام من شدة ما هم فيه من الهول والفزع، ثم لننزعن أي لنأخذن بشدة وعنف من كل شيعة، أي من كل فرقة وجماعة من طوائف الكفر والضلال، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي من كان منهم أشد تمردا على الرحمن. والمعنى أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمين ليقذف في جهنم الأعتاب الأعتاء. صلى الله عليه وسلم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. والمعنى ثم لننزعن. والمعنى طيب ثم والمعنى أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمين ليقذف في جهنم الأعتى فالأعتى. صلى الله العافية. يعني كلهم يلقون في النار، لكن يبدأ بالأعتى فالأعتى. نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قلتم أي بروكا على ركبهم
البغوي ذكر قولا آخر قال جثية، قال ابن عباس رضي الله عنه جماعات جمع جثوة، وقال الحسن والضحاك جمع جاث أي جاثين على الركب. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي بمن هو أولى وأحق بدخول النار والاصطلاء بحرها، وبمن يستحق تضعيف العذاب وشدته، وإن منكم إلا والدها، أي ما منكم أحد إلا وسيرد على النار. والخطاب للناس جميعا المؤمن والكافر، كان على ربك، أي كان ذلك الورود على ربك حتما مقضيا، أي حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده فلا بد من نفوذه، أي وأوعد به عباده، نعم، فلا بد من نفوذه ولا محيد من وقوعه. واختلف في معنى الورود، فقيل ورودها هو حضورها للخلائق. إيش وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم أحد إلا وسيرد على النار. نعم. والخطاب للناس جميعا المؤمن والكافر. نعم. كان على ربك، أي كان ذلك الورود على ربك حتما مقضيا، أي حكما حتمه الله على نفسه ووعد به عباده فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. ووعد ولا أوعد؟ وأوعد كأنه من باب الوعيد شيخنا. فلا بد من نفوذه ولا محيد من وقوعه. واختلف في معنى الورود، فقيل ورودها هو حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم بعد ذلك ينجي الله المتقين. وقيل ورودها دخولها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو علامة جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل. نعم، المعروف المرور، هذا السلف على المراد به المرور على الصراط. نعم. وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، يعني ثلاثة. وقيل إيش؟ قيل مراد حضورها، قيل واختلف في معنى الورود. نعم. فقيل ورودها هو حضورها للخلائق كلهم. نعم. حتى يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم بعد ينجي الله المتقين. وقيل ورودها دخولها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو علامة جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ايش عاد حتى تصدر ال. وقيل الورود هو المرور على الصراط، نعم نعم، الذي هو علامة جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في نار جهنم، فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره. الشيخنا فيه كلام للشنقيطي حول المرور، قال اختلف العلماء في المراد بالمرور في هذه الآية على أقوال،
أن المراد بالورود الدخول، ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. نعم. الثاني أن المراد بورود النار المذكور الجواز على الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم. الثالث أن الورود المذكورة هو الإشراف عليها والقرب منها. الرابع أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى. الرابع أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما إيش القول الأخير؟ أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. ثم ذكر أنه في ترجمته قال فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك. وإيضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة والمراد في كل واحدة منها الدخول، فاستدل بذلك ابن عباس على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول لدلالة الآيات الأخرى على ذلك. استدل بذلك ابن عباس فاستدل بذلك ابن عباس على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول، أي دخول النار، لدلالة الآيات الأخرى على ذلك، كقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، قال فهذا ورود دخول. وكقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، فهو ورود دخول أيضا. وكقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق في أن الورود الدخول. واحتج من قال بأن الورود الإشراف والمقاربة بقوله ولما ورد ماء مدين، قال فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه، وكذا قوله تعالى فأرسلوا والدهم، ونظيره من كلام العربي قول زهير بن أبي سلمى في معلقته فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. قالوا والعرب تقول وردت القافلة البلد وإن لم تدخله ولكن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددها ليس نفس الدخول في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. واستدل واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. قالوا إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها، فالورود غير الدخول. واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين حر الحمى في دار الدنيا بحديث الحمى من فيح جهنم فيبردها بالماء، وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم، ورواه البخاري وأيضا مرفوعا عن ابن عباس. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد دلت على أن الورود في الآية معناه الدخول أدلة. الأول ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك، وخير ما يفسر به القرآن الدليل الثاني
ظهر انه اطال شيء. ايش الدليل الاول يقول؟ الدليل الاول انه كلام ابن عباس تفسيره بالورود انه المراد به الدخول. ايه. ثم قال الدليل الثالث ما روي من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية أخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والصحابي وابن مردوي والبياقي في البعث عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه صمتا إلا ما كن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين. يكفي على في الحال الأقوال في هذا كثير، لكن إحنا كنا قيل الإشراف عليها يحصل وجل الخوف، وقيل الدخول، وقيل المرود. هذه الأقوال. ولقب المراد به المرور على الصراط، وهذا الذي ذكرناه شرح الطحاوية، ذكرناه في الطحاوية قولان، قيل الدخول وقيل الورود. وقيل الورود ولا يلزم من الورود أن يكون الدخول. يقول تعالى في الرسل الذين نجاهم الله وأهلك أقوامهم قال فإن جاء ونجينا الذين وكانوا يتقون ونجينا موسى ومعه أجمعين ولم يكن العذاب أصابهم ولم يكن الغرق أصابهم قد نجيناهم وهم أصابهم. فلا يلزم من النجاة ثم نجلتها أن الدخول، ما يلزم من الدخول. كل نبي قال ونجيناه وأنجيناه وعلى أجمعين ونجيناه موسى ومعه أجمعين وأنجينا موسى وهارون قوم نوح نجى الله نوح قوم هود نجى الله هود ولم يكن العذاب أصابهم. فلا يلزم من أن نقول ثم نجي أن الدخول، ما يلزم من الدخول، لأن الله أخبر أنه نجى الرسل ولم يكن العذاب أصابهم، قال ونجينا الذي آمنوا وكانوا يتقون. فدل على أنه لا يلزم من قوله ونجلتها الدخول، والمراد المرور على الصراط. وهو زمرة تمر كالبرق وكالريح وكالطير وكشاوة الخيل، يعني هذا المرور السريع ما يمكن يصيبه شيء منها. كلام قصير لشيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، قال ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال، فقد يقال لمن دخل سطح الدار إنه دخلها ووردها، وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها إنه لم يدخلها. فإذا قيل فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه، وقيل فلان لم يدخله الله إياه، كان كلا الخبرين صدقا. إيش إذا أعاد أول ما قرأت؟ أحسن عليكم. ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال، فقد يقال لمن دخل سطح الدار إنه دخلها ووردها، وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها إنه لم يدخلها. فإذا قيل فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه، وقيل فلان لم يدخله الله إياه، كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهما. واختارنا فإذا قيل فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه، وقيل فلان لم يدخله الله إياه، كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهما. نعم، يعني ما يلزم من الورود الدخول. واختار أنها الصراط مرور، أن الآية نعم هذا هو المختار. نعم. واستدل بحديث في صحيح مسلم حديث مبشر أن جابر رضي الله عنه سمع مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد يبايع تحت الشجرة، فقالت له حفصة ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها، فأجابها بأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية.
فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم، وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية. وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث. لا على أن الورود قال لا يجن النار أحد، لا في الحديث لا يجن النار أحد بعد تحت الشرع. فقد حفص يقول ألم يقول الله وإمكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعي؟ قال ثم نرجي الذين اتقوا. فلا يلزم من يعني المرور الدخول، ما يلزم. نعم. وعلى هذا يكون المرور الصراط هو المختار لورود في الحديث. نعم. يعني قيل المراد الدخول، وقيل المراد المرور على الصراط، وقيل القول الآخر أن المراد أنه تورد في الموقف ويحصل الخوف. نعم. أحسن الله إليك. يعني الأقوال كثيرة. نعم. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها، ونذر الظالمين إلى أنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جذيا. بس ثم نرجي من قول ثم نرجي، بقي مقطع قصير. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها، ونذر الظالمين أي لأنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثية، أي في جهنم قعودا على الركب بسبب ظلمهم وكفرهم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى ويقول الإنسان أي إذا ما مت، في قراءتان أحسن الله إليكم، قراءة أولا يذكر وأولا يذكر، يعني على كل قراءة يختلف المعنى أحسن الله إليكم. نعم. في تفسير المحرر قائم عليها القسم العلم مؤسسة الدرس السنية وراجع الدكتور خالد السبت، قال في قراءة يذكر من الذكر الذي يكون عقيب النسيان والغفلة، أي أولا يتنبه الإنسان ويعلم. أما قراءة يذكر من التذكر الذي هو بمعنى التدبر، أي أولا يتدبر الإنسان ويتفكر. أحسن الله إليكم. قال في قوله تعالى يذكر قراءتان. نعم. قراءة يذكر من الذكر الذي يكون عقيب النسيان والغفلة. نعم. أي أولا يتنبه الإنسان ويعلم. أما قراءة يذكر من التذكر الذي هو بمعنى التدبر، أي أولا يتدبر الإنسان ويتفكر. ها؟ وش المعنى كمان شيخ يتذكر بمعنى يتذكر؟ قد يعني قد تأتي بمعنى ليس بعيد. نعم. يتذكر الشخص. نعم. كمل. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قلت محسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى قول الكافر المنكر للبعث والنشور فقال تعالى لا هذا نعم
قلتم أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى بحجة الكفار الباطلة التي يعارضون بها آيات الله المتلوة عليهم، فقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي آيات القرآن، بينات، أي واضحات الدلائل والبراهين، أي واضحات الدلائل والبراهين والحجج عليهم لوضوح ألفاظها ومعانيها وإعجازها لهم، وبينات حال مؤكدة لأن آيات الله لا تكون إلا كذلك. قال: الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين، أي نحن والمؤمنون، خير مقاما، أي أفضل منزلا ومسكنا وعيشا، وأحسن نديا، أي مجلسا ومجتمعا بكثرة وارديه وطارقيه. والاستفهام تقريري، يعنون أنهم أي كفار قريش خير مقاما وأحسن نديا من المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن هؤلاء الكفرة إذا تليت عليهم آيات الله البينات أعرضوا عنها وأخذوا يستدلون ويحتجون بفضل ما هم عليه من متاع الدنيا على صحة ما هم عليه من الباطل، وأنهم على الحق، وأنهم أكرم على الله من المسلمين، وأن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده. وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم للتكثير، أي وأهلكنا قبل كفار قريش كثيرا من الأمم الماضية بكفرهم وتكذيبهم. هم أحسن أثاثا ورئيا، أي هم أحسن من هؤلاء متاعا وأجمل صورة ومنظرا، فكما أهلكنا السابقين نهلك اللاحقين، فلا يغتر هؤلاء بما لديهم من النعيم والمتاع. قل من كان في الضلالة، أي قل أيها النبي لهؤلاء المشركين الزاعمين أنهم على حق: من كان في الضلالة منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا، أي فليمهله الرحمن فيما هو فيه وليدعه في طغيانه عقوبة له. وليدعه، أحسن الله إليكم، وليدعه، أي فليمهله الرحمن فيما هو فيه وليدعه في طغيانه عقوبة له، حتى إذا رأوا ما يوعدون، أي ما وعدهم الله أن يأتيهم به، إما العذاب، أي عذاب الدنيا العاجل من القتل والأسر، وإما الساعة، أي القيامة التي يصيرون فيها إلى عذاب النار الأبدي، فسيعلمون، أي حين يرون ذلك وتنكشف لهم الحقائق، من هو شر مكانا، يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن، وأضعف جندا، أي أقل فئة وأضعف أنصارا، هل هم الكفار أم المؤمنون؟ ويزيد الله الذين اهتدوا وهم المؤمنون الذين سلكوا طريق الهداية. أحسن الله إليكم، عندنا وهم المؤمنون الذين سلكوا طريقة الهداية. طريق. أحسن الله. ويزيد الله الذين اهتدوا وهم المؤمنون الذين سلكوا طريق الهداية. نعم. هدى، أي يزيدهم هدى من العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والهدى والتقى يزيد وينقص، والضلال والكفر والنفاق يزيد وينقص، والباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال. في كل هذا في قبل يعني. أحسن الله إليكم. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والهدى والتقى يزيد وينقص، والضلال والكفر والنفاق يزيد وينقص، والباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال التي لا زوال لثوابها. خير عند ربك ثوابا، أي أفضل ثوابا وجزاء لصاحبها عند ربك، وخير مردا، أي مرجعا وعاقبة لصاحبها، فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم. نعم.
أحسن الله إليك. خير عند ربك. والباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال التي لا زوال لثوابها خير عند ربك ثوابا أي أفضل ثوابا وجزاء لصاحبها عند ربك وخير مردا أي مرجعا وعاقبة لصاحبها فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم. ثم قال الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قلتم أحسن الله إليكم هذه الآيات الكريمة نزلت في العاص بن وائل السهمي ففي صحيح البخاري عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآيات الكريمة وفيها يقول تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا أي بآيات القرآن. أحسن الله إليكم أنا خباب أنه قال كنت قينا في الجاهلية الحداد يضاف حداد نعم أحسن الله وسيل حداد نعم يعني التفسير يعني نعم. أحسن الله عليكم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا أي بآيات القرآن وقال لأوتين مالا وولدا أي في الآخرة على فرض تقديرها وأنها حق والاستفهام للتعجب أي أفلا تتعجب من حال هذا الكافر الذي يدعي أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا مع كفره بالله وآياته والتي من جملتها الآيات الدالة على البعث بعد الموت. أطلع الغيب أي هل اطلع على الغيب حتى علم ما يكون وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي بالإيمان به واتباع رسله وهذان الأمران منتفيان في حق هذا الكافر المتألي على الله فدل ذلك على بطلان دعواه. أحسن الله إليكم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا أي بآيات القرآن وقال لأوتين مالا وولدا يرحمك الله وقال لأوتين مالا وولدا أي في الآخرة على فرض تقديرها وأنها حق والاستفهام للتعجب أفلا تتعجب من حال هذا الكافر الذي يدعي أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا مع كفره بالله وآياته والتي من جملتها الآيات الدالة على البعث بعد الموت. أطلع الغيب أي هل اطلع على الغيب حتى علم ما يكون وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي بالإيمان به واتباع رسله وهذان الأمران منتفيان في حق هذا الكافر المتألي على الله فدل ذلك على بطلان دعواه. ولهذا قال تعالى كلا أي ليس الأمر كما زعم هذا الكافر من أنه سيؤتى مالا وولدا في الآخرة. سنكتب ما يقول أي في صحيفة أعماله لنحاسبه عليه يوم الدين ونمد له من العذاب مدا أي ونزيد له من العذاب ونطيله عليه ونضاعفه له جزاء طغيانه واستهزائه ونرثه ما يقول أي ونرثه وما يخلفه من المال والولد ووراثتها بأن يهلك الكافر ويتركها. ويأتينا فردا أي ويأتينا يوم القيامة وحيدا بلا مال ولا ولد
ولا ولي ولا نصير ولا سند. وهذه الآية الكريمة وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ثم بين تعالى دافع المشركين لاتخاذ آلهة من دونه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي واتخذ المشركون أصناما عبدوها من دون الله لينالوا بها العز والشرف. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا، فإن الآلهة التي عبدوها ستبرأ من عبادتهم ويكونون له أعداء يوم القيامة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي ألم تر يا محمد أن سلطنا الشياطين على الكافرين تغريهم إغراء بالشر وتهيجهم تهيجا حتى يركبوا المعاصي. قوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي ألم تر يا محمد أنا سلطنا الشياطين على الكافرين تغريهم إغراء بالشر وتهيجهم تهيجا حتى يركبوا المعاصي وتحثهم وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم، فإنه لم يبق لهم أيام وأنفاس نعدها عليهم عدا ثم يصيرون إلى عذاب شديد. إيه المؤمنين يعني نسبة، هؤلاء تؤزهم إلى الكفر والمؤمنون تؤزهم إلى المعاصي والبدع. نعم. ها في ما في أحد ذكر القولين قرطبي ولا أحسن عليك الأمرين؟ لا هي شاملة أحسن عليك، قد تكون شاملة يعني هي عامة وتشمل تشمل غيرهم. أنت رأيت أن الشيطان على الكافرين تؤزهم، لكن خاصة بالكافرين، يعني لفظ الكافر ما جاء في النص. أنت الكافرين نعم، إذن خاصة بالكافرين خاصة في هذا الموضوع. نعم. وفي مواضع أخرى نعم أحسن عليك، مواضع أخرى أن الشيطان قد يوسوس للإنسان في صلاته ويكره المسلم. نعم أحسن عليك. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي يوم نحشر المتقين إلى ربهم معززين مكرمين راكبين على النوق كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي ونسوق المجرمين كما تساق البهائم مشاة عطاشا كأنهم إبل عطاش تساق إلى الماء وفي الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتجر بقيتهم إلى النار هو من تخلف أكلت نعم صلى الله عليه وسلم وتجر بقيتهم إلى النار تقبل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا تقبل ولا تقيل لا يملكون الشفاعة أي لا يشفعون ولا يشفع لهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الاستثناء منقطع أي لكن من تحلى بالإيمان والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله لقد جئتم شيئا إدا أي بقول منكر عظيم تناهى في القبح والشناعة تكاد السماوات يتفطرن منه أي تكاد السماوات تتشقق من هول هذا القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي وتنشق كذلك الأرض وتندك الجبال وتهد هدا استعظاما للكلمة الشنيعة أن دعوا للرحمن ولدا أي ما يليق به سبحانه اتخاذ الولد لأن الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجة وهو المنزه عن الشبيه والنظير وهو الغني عن المعين والنصير إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أي ما من مخلوق في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو عبد لله ذليل خاضع بين يديه منقاد مطيع له كما يفعل العبيد لقد أحصاهم وعدهم عدا أي علم عددهم وأحاط علمه بهم فلا يخفى عليه شيء من أمورهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أي وكل فرد يأتي يوم القيامة وحيدا فريدا بلا مال ولا نصير ولا معين ولا خفير أحسن الله إليك أعد أعد من وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نعم نعم قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن ملائكة بنات الله نعم يشمل أهل الكتاب والمشركين أهل الأوثان نعم صلى الله عليك لقد جئتم شيئا إدا أي بقول منكر عظيم تناهى في القبح والشناعة نعم تكاد السماوات يتفطرن منه أي تكاد السماوات تتشقق من هول هذا القول نعم وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
أي وتنشق كذلك الأرض وتندك الجبال وتهد هدا استعظاما للكلمة الشنيعة. أن دعوا للرحمن ولدا أي ما يليق به سبحانه اتخاذ الولد، لأن الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجة. نعم. وهو المنزه عن الشبيه والنظير والغني عن المعين والنصير. سبحان الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ما من مخلوق في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو عبد لله، ذليل خاضع بين يديه، منقاد مطيع له كما يفعل العبيد. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي علم عددهم وأحاط علمه بهم، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي وكل فرد يأتي يوم القيامة وحيدا فريدا، بلا مال ولا نصير ولا معين ولا خفير. سبحان نعم. سبحان الخالق. نعم. ها؟ لا يعني جماعات جماعات. ها؟ من باب الحسن. قوله وسيق الذين اتقوا ربهم، هنا فردا يستشهد. نعم. وسيق الذين اتقوا، يعني يقول كيف الجمع بينهما؟ وسيق وسيق الذين كفروا جهنم زمرا وسيق. أليس نعم. أليس من باب الحساب؟ هم يساقون أول زمرا ثم كل واحد على فرد يحاسب وحده على فرد. نعم. نعم. قد أحصاهم قال أي علم عددهم وعدهم عدا تأكيد، أي فلا يخفى عليه أحد منهم. قلت ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي، أعني في السنة من حديث أبي هريرة. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى لقد أحصاهم أي علم عددهم وعدهم عدا تأكيد، أي فلا يخفى عليه أحد منهم. قلت ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي، أعني في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه الترمذي، واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء الكثرة عن العلم. نعم، عن العلم، عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق. نعم، ألا يعلم خلقه لطيف خبير سبحانه. يعني رأى أن المحصي من أسماء الله إذا ثبت. نعم. نعم. يعني أحسن الله إليكم، ذكرتم هذا في كتابكم هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. قلتم أحسن الله إليكم، يعني ذكرتم أن المحصي من أسماء الله فقط، لكن هو ورد في الحديث في الأسماء المدرجة أحسن الله إليكم. مدرجة نعم، هذا لا يكفي يقاف، لكن هذا فيه يعني فيه دليل خاص المحصي. نعم. قلتم والمحصي فمن أسمائه سبحانه وتعالى المحصي، فهو سبحانه يحصي على عباده كل شيء ولا يفوت عليه شيء. سبحان الله. نعم. والبيهقي أيضا أحسن الله إليكم عده من الأسماء. محصي. نعم. يكون أسماء المحصي والمودي والمعيد. نعم. نعم. ذكرت من بين الأسماء التي يعد المحصي في الحديث، في كلام على كل حال، لكن الحديث الحديث الذي عدد أسماء الله. نعم. شيخنا فردا قال ابن كثير أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. قال قولي فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم. هو العادل الذي لا، وهو العادل
الذي لا يظلم. نعم. مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. سبحان الله. سبحان الله. عليكم في ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال ابن عاشور ومعنى تقرأ الشيخ معنى قال ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله. ها وإيش ونرثه؟ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ومعنى إرث ومعنى إرث أولاده. معنى إيش؟ إرث أولاده. أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله. فإن العاصية ولد عمرا الصحابي الجليل وهشاما الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاية وكمد للعاصي بن وائل. إيش فإن العاصي؟ فإن العاص ولد عمرا الصحابي الجليل. نعم. وهشاما الصحابي الشهيد يوم أجنادين. يوم أجنادين؟ أي نعم. فهنا بشارة للنبي ونكاية وكمد للعاص بن وائل. قلتم في مطلع الآيات هذه الآيات الكريمة نزلت في العاص بن وائل. يعني لو ما يضاف هذا. يصير معنى النارث هو ما يقول يعني أنه إيش؟ أن يكون أولاده مسلمين. نعم. ها؟ قال معنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين. يدخلون في حزب الله. تفسير في الأول. ونرثه ما يقول. أي ونرثه وما يخلفه من المال والولد ووراثتها بأن يهلك الكافر ويتركها. طيب ومنها كذلك. ها؟ ومن إيش؟ يمكن يضاه مثلا ومنها إسلام وأولاده بعد. وقفه. يعني إذا صح الحديث يكون الإرث نوعان. نوعا أنه يترك المال، ونوعا أنه يرث أولاده، ويكون بعض الكفار لهم هذا وبعض الكفار هذا. بعض الكفار يترك ماله ويرث مسلم، وبعض الكفار يسلم أولاده. إذا صح هذا فيكون يرث لها معنيان، وكل معنى أحد المعنيين يكون الكفار. منهم من يرث المال يترك المال، ومنهم من يسلم أولاده. يعني ذكر القول الثاني هذا البغوي ما ذكر. ها؟ ذكر القول هذا ابن عاشور. ها؟ ابن عاشور؟ ابن عاشور. القول الثاني؟ قول ان اسلام اولاد العاص. ايه. طيب البغوي ما ذكر قال بس المال بس. لكن ثبت هنا. المال والولد. ثبت اولاده نعم ثبت خلاص. لكن بقي ما هل يسمى إرث؟ كيف يسمى إرثاً؟ ايش يقول من عاشور أول ايش؟ أول كان من عاشور ونرثه ما يقول. قال أحسن الله إليكم. ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله. فإن العاص ولد عمراً الصحابي الجليل وهشاماً الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاية وكمد للعاص بن وائل. أسمع ذلك الدليل أن معنى نرثه أن يكون مسلما. ما في دليل على هذا. يعني ما ذكر أن تسوية إسلامهم إرثا. والبغوي أحسن الله إليكم قال ونرثه ما يقول أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه، وقوله ما يقول لأنه زعم أن له مالا وولدا في الآخرة.
أي لا نعطيه ونعطي غيره فيكون الإرث راجعا إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. يكون الإرث راجع إلى؟ إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. قولي؟ نعم. قال فيكون الإرث راجعا إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. طيب هذا القول اللي قاله ابن عاشور هل سبق أحد من المفسرين؟ هل ذكر المفسرين؟ يمكن العطية شو؟ لو صح يعني يكون بعض الكفار هكذا بعض كذا، وإذا لم يصح تسوية يكون نبقى على القول الأول. نعم كمل كمل. فما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن أهل الإيمان بالله والعمل الصالح، سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ومودة في قلوب عباده الصالحين، وقيل يحبهم ويحببهم إلى الناس. فإنما يسرناه بلسانك، أي فإنما يسرنا يا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرأه، وجعلناه سهلا يسيرا لمن تدبره، لتبشر به المتقين، أي لتبشرهم به بالفلاح في الدنيا والآخرة، وتنذر به قوما لدا، أي وتخوف به قوما معاندين شديد الخصومة والجدال. وكما أي نعم قوله تعالى وتنذر به قوما لدا، أي وتخوف به قوما معاندين شديد الخصومة والجدال. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي كم من الأمم الماضية أهلكناهم بتكذيبهم الرسل، وكم للتكثير. هل تحس منهم من أحد، أي هل ترى منهم أحدا، أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا، والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الديار وأوحشت منهم المنازل، فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. تحسن الله عليك. ونرثه ما يقول ابن الجوزي أحسن الله إليك ذكر فيها قولان. قال نعم أي نرث، قال نعم ونرث ما يقول، أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد، ووراثتها هي بأن يهلك العاصية ويتركها، وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما. هذا مو ابن، هذا ابن جوزي. ابن جوزي ها؟ إيه نعم ابن جوزي، لأني ما ذكر هذه القولين. إيش ابن جوزي؟ ابن جوزي أحسن الله. شغول إيش؟ إيه نعم. ونرثه ما يقول، أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد، ووراثتها هي بأن يهلك العاصية ويتركها، وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما. بس لكن يذكرون ابن جوزي، ابن جوزي ذكر قولين ما عرج على هذا. ما وش ما هو وش قال ابن جوزي؟ عاد راح مني الموضوع. ابن جوزي عندك؟ كان عندي لكن ذهب الموضع من عندي. شوف كلام ابن جوزي. قال قوله تعالى ونرثه ما يقول. أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى ونرثه ما يقول فيه قولان، أحدهما نرثه ما يقول إنه له في الجنة فنجعله لغيره من المسلمين. قاله أبو صالح عن ابن عباس واختاره الفراء. والثاني نرث ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وبه قال قتادة.
يرث في الدنيا والثاني يرث غيره في الجنة. ولا ذكر ما ذكر. ثم قال قال الزجاج المعنى سنسلبه أو سنسلبه المال والولد ونجعله لغيره. ما ذكر ما ذكر ابن عاشور. ما ذكر. نعم يقول صراط صراط ليس صراط حسيا وإنما صراط معنوي، كما أنهم يكرر الميزان، يقول ما في ميزان، الميزان حسي لو كان، يقول ميزان معنوي وهو العدل. قالوا إن قال إن الله تعالى ما يحتاج الميزان للبقال والفوال، أما الله ما يحتاج الميزان، المراد بالعدل. هكذا تقول المعتزلة يردون النصوص بعقولهم نسأل الله العافية. كذلك الصراط ما في صراط حسي، صراط معنوي. الطبري أحسن الله إليك. أه؟ الطبري أه؟ قال وقوله ونرثه ما يقول، يقول عز ذكره ونسلب هذا القائل لأتين في الآخرة مالا وولدا ما له وولده ويصير لنا ماله وولده دونه ويأتينا هو يوم القيامة فردا وحده لا مال معه ولا ولد. ثم ذكر من قال هذا ثم ما في يعني ذكر من عشر في هذا لم يذكر هنا. ذكر عن ابن عباس قال أه؟ انه يعطى للمسلمين او يرد للمسلمين لعله يمكن يقصد شو عندنا في التفسير؟ شو في التفسير؟ كنت قيلا في الجاهلية. هذا على باب شوف التفسير. هذه الآيات الكريمة نزلت في العاص بن وائل السهمي، ففي صحيح البخاري عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وأتقاضاه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك، فنزلت هذه الآيات الكريمة. وهذه في الجاهلية يعني يكون اسمع ألم ترى أن ايش بعده؟ أحسن الله لم ترى ألم ترى أن أرسل كيف أن أرسل الشياطين على كينة أو الزمزة؟ قلت ألم ترى يا محمد؟ إيه اقرأها بسرعة. أي ألم ترى يا محمد أن سلطنا الشياطين على الكافرين تغريهم إغراءً بالشر وتهيجهم تهيجا حتى يركبوا المعاصي وتحثهم وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم، فإنه لم يبق لهم أيام وأنفاس نعدها عليهم عدا، أو فإنه لم يبق لهم إلا أيام. ثم يصرون إلى عذاب شديد. هذا. ثم قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قلتم أي يوم نحشر المتقين إلى ربهم معززين مكرمين راكبين على النوق كما يفد الوفود على الملك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي ونسوق المجرمين كما تساق البهائم مشاة عطاشا كأنهم إبل عطاش تساق إلى الماء. وفي الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتجر بقيتهم إلى النار تقبل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، لا يملكون الشفاعة أي لا يشفعون ولا يشفع لهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، الاستثناء منقطع أي لكن من تحلى بالإيمان والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة. قوله تعالى وقالوا اتخذ يحتاج إلى يعني مزيد بحث في الحشر، حشر على النوق وعلى كذا تحرير الحديث في هذا حشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، حشرهم على النوق وعلى كذا يحتاج إلى مراجعة الحديث في هذا ومراجعة كلام المفسرين. غدا إن شاء الله يكون الدرس فيها والليلة ها؟ الليلة المغرب والعشاء كتاب الحج. نعم كتاب الحج إن شاء الله، لكن غدا فيه
عندكم تفسير بإضاءة؟ هو إذا ما كان في تفسير نأتي بكتاب الشيخ السعدي. طيب. ها؟ طيب على خير. وفق الله جميعا. طيب. ثبت الله جميعا. صلى الله على محمد وسلم. سبحان الله. محمد. Thank you.